السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على شي دوبليكس بواحد المساحة محترمة وبثمن في المتناول، مرحبا بكم في هذا العرض الجديد على قناتكم المفضلة بغيت اداري. هذه واحدة اير بلوس، هذه عفوا واحد هي اير بلوس دو، فعلا اير بلوس دو كتكون من جوج ديال السكان زائد دوبليكس، هي ثلاثة يعني مجموع ديال الساكنة اللي غتكون في هاد المنزل هما ثلاثة ديال السكان. بالنسبة لهاد الديبليكس الإخوان كما قلت لكم مساحة 165، في أول مدخل كنلقاو حمام كتكون من جوج ديال الغرف، كتكون من جوج ديال الغرف وصالون، صالون وسيجور. وبالنسبة للطابق الأرضي كيتكون من صالون كبير ومطبخ كبير، واحد الديبارة وحمام. وبقاو معايا باش تشاهدوه وتفهموا اكثر الفصالة ديالو. يعني كندخل من الباب الرئيسي كندور على اليمين ديالي كنوجد هنا الصالون، على اليسار ديالك السيجور. الدار تبارك الله بالنسبه للديبليكس مشمش مزيان، حيت ما نهبطوا للارض الطبق الارضي غتلقاو الشميشه داخله حتى لتحت، يعني الشمس نهار كامل مطل على القدرون كما لاحظتوا، جاي على القدرون وقريب للمول، مركز تجاري اللي كيتواجد في اليونس. قبل ما نهبطوا للاسفل ولا بد ما نشوفوا هذا ريسيبسي، وهذا اللي كيتكون قلنا من جوج ديال الغرف، هذه الغرفه الاولى هنايا، كاينه الغرفه الثانيه بالبلاكار ديالها. الغرف كلاهما راهم عندهم نوافذ من اجل التهويه، يعني كاينه واحد بحال قلنا ضوايا. هانتوما يعني نوافذ بجوج ديال الغرف كيطلعوا على هاد الضوايا اللي كتكون اللي كتدخل من خلالها التهويه للغرف والاسفل، يعني في الطابق السفلي الارضي. والان بعد ما شفنا ريسيبسيون غنهبطوا نشوفوا الطبق السفلي اللي حتى هو مشمش ومهوي مزيان، وغتشوفوا بعينيكم هادو الدراج اللي غيهبطونا لتحت. طبيعه الحال اللي بغى يدير شي موديفيكاسيون، بغى يزيد شويه ديال الديكورات، راه كاينه هذه الامكانيه، حقاش دويره تبارك الله كاين توسع وكاين مازال بزاف تزيدوا، ولا بغيتوا تزيدوا شويه ديال الديكوراسيون ممكن. إخوة الكرام بالنسبة للثمن، بالنسبة للثمن 68 مليون، وكاينه واحد الملاحظة مهمة، 68 مليون طبيعة الحال قابلة للتفاوض. الملاحظة اللي ذكرت بأن كاين واحد الكراج ما داخلش يعني مع الديبليكس، وكاين في نفس الدار غير هو ما داخلش في البيع، يعني اللي بغاه راه غادي يكون ما غاديش يكون الثمن هو 68 مليون، يعني غتكون غيكون مفاهمة أخرى، هذه ما بين قوسين باش الإنسان اللي مهتم بكراج راه كاين، ولكن 68 غير بالنسبة للديبليكس اللي كنصور دابا أنا بلا كراج. هذه الملاحظة اللي بغيت نقول. إخوة الكرام اللي غيقول لي الشمس ولا هذا، هي الشمس داخلة وسط هاد الديبليكس هذا. هانتوما الشميشة مشمشة مزيان، ماشي ديك الديبليكس اللي مغموقة ولا مظلمة، راها مضوية ومشمشة مزيان ومهوية. وجات قريبة بزاف ديال المرافق، كلشي حداك متوفر، النقل، الإدارات، كلشي. كاينة واحد الديبارة إلا لاحظتوها راها أسفل الدروج، وكاين مطبخ مجهز، وديبليكس تبارك الله راه كبير بمعنى الكلمة، كله نقدر نقولو تلقاو حدا صالون واحد، حسبوه كيف ما بغيتو،
قلت لكم مازال ممكن لكم ديروا موديفيكاسيون هنايا. لاحظتوا هنايا كاين واحد ديباره كبيره غتجمع لكم بزاف ديال الاغراض، وفي الجانب ديالها حمام. بالنسبة للمدينة، مدينة القنيطرة. بالنسبة للموقع، تجزئة أليونس القديمة قرب المول. زائد واحد الملاحظه ايضا باش ما ننساهاش، با د فيزافي قدامك، ما كاينه غير واحد، غتكون ان شاء الله واحد شي مرفق عمومي، صراحه ما تذكرتوش. المهم كاين واحد المرفق عمومي قدامك، ما كاينش زعما شي اقامه كبيره ولا شي حاجه اللي غتضرق عليكم الشمس. هذا هي الملاحظه. واخوتي اللي مهتم بهذا الديبليكس راها موجوده ومتوفره، واللي باغي شي ديزابارتمون راه موجودين كاين. صراحه الديبليكس صراحه العائلات كبيره، شي لافامي. المهم مرحبا بالجميع، وما تنساوناش من التعاليق ديالكم، وشكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.